عقدت قمة البريكس 15 في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، جاذبة أنظار المجتمع الدولي إليها، حيث دارت مناقشات قادة دول البريكس حول عدد من الموضوعات بما فيها تعزيز التعاون في إطار البريكس وانضمام أعضاء جدد إلى المجموعة. ساهمت آلية البريكس للتعاون في ضخ الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم معقد في يومنا هذا، ما جعلها أكثر جاذبية. تأمل المزيد من الدول في الانخراط في هذه الآلية، ففي هذا السياق دعا برنامج الصين المال والأعمال السيد نبيل بوشامة الصحفي من الجزائر والسيد محمد الفريد الصحفي من العراق لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجموعة البريكس والدول الأعضاء فيها. نعم سيد نبيل، يعني نعلم يعني يعقد المنتدى البريكس في هذا الأسبوع، فكيف تنظر إلى الدول الأعضاء وحجم اقتصاد الدول الأعضاء في البريكس؟ البريكس هو مجموعة من 5 دول التي تضم دول اقتصادية كبيرة ناشئة، هي دول اقتصادية اللي نمت في مختلف المجالات، هي من مجموعة من الدول التي تحاول أن تعمل في إطار المجموعة وتدعم بعضها البعض. مجموعة لها صندوق نقد خاص بها احتياطي تحاول استثمار فيه واستعمال وإنجاز بنى تحتية لهذه البلدان بما ينمي الاقتصاد اقتصاد يعني هذه الدول. والجزائر يعني مهتمة في هذا المجال، يعني أنها تدخل مجموعة البريكس. نعم سيد محمد، كيف تنظر إلى يعني بريكس في تعزيز ودوره في تعزيز لمواجهة الشؤون العالمية وأيضا بشكل عام وأيضا الشؤون الإقليمية بشكل خاص؟ نعم، لو تحدثنا عن هذا المنتدى، تحاول الدول الكبرى المشاركة فيه على صنع عالم خاص يختلف عن العالم المتواجد ذات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حسب علمي بأن الدول المشاركة في بريكس تشكل 20 أو 24% من اليابسة بشكل عام في العالم، ونسبة سكان أي 41% من إجمالي العالم، فهذه خطوة جيدة ربما ستلتحق بها دول أخرى لرفع المستوى المعيشي وكذلك مواجهة التغيرات الاقتصادية والتجارية. هي خطوة جيدة، وربما في المستقبل القريب قد ينضم العراق إلى هذه إن سنحت الفرصة، يعني حسب توقعاتي على اعتبار بأن العراق غني بالموارد النفطية. صحيح. وأيضا هو يقف على مسافة واحدة مع هذه الدول من الناحية التجارية. العراق لديه تعاون اقتصادي كبير مع الصين ومع روسيا ومع حتى مع الهند لو تحدثنا ذلك، فسيعزز هذا الاقتصاد العراقي. أما في مواجهة الشؤون الدولية، العالم منقسم إلى قطبين أو إلى أكثر من قطب في المجال الاقتصادي، لذلك صناعة قطب يتلائم مع المتغيرات السياسية أو الاقتصادية أو حتى التجارية، هذا يعد جيداً ويعود بمنفعة إلى الدول النامية التي تحتاج إلى هرم اقتصادي وقاعدة كبيرة اقتصادية تستند عليها. نعم، شكرا سيد محمد. نعم سيد نبيل، نعلم أيضا جزائر ملتزمة بانضمام إلى مجموعة بريكس حاليا، فما هي الفرص التي ستحصل عليها الجزائر بعد انضمامها؟ نعم، خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى روسيا والصين، كلا الدولتان أبدت موافقتهما وترحيبهما بدخول الجزائر كعضو في هذه المجموعة. الجزائر مؤخرا ساهمت في بنك البريكس ب 1.5 مليار دولار، يعني هي مساهمة جيدة، مساهمة
قبل أن الجزائر طلبت الانضمام إلى مجموعة البريكس قامت بتمهيد قاعدة قانونية استثمارية في الجزائر، وهذا ما يسهل على المستثمرين الأجانب ولوج السوق الجزائرية بكل أريحية. يعني أهمية دخول الجزائر لهذه المنظمة أقول يعني لها أول شيء أنه كما قلت أنه هذه مجموعة البريكس لها صندوق مالي خاص. هذا الصندوق يعني لما تدخل إليه من شأنه أنه يساهم وبدون قيود يعني كبيرة في إنجاز استثمارات، في إنجاز بنى اقتصادية في الجزائر مثلا مقارنة باللجوء إلى صندوق النقد الدولي اللي في بعض الأحيان يعطيك أمور تعجيزية. دخول الجزائر محاولة يعني طلب الجزائر دخول إلى البريكس في شق آخر إنه الجزائر تحقق نمو اقتصادي عالي مقارنة يعني بما تطلبه مجموعة البريكس، وحسب الخبراء الاقتصاديين تتوفر على العديد من الشروط التي تسمح لها بالانضمام إلى هذه المجموعة كشريك، يعني خاصة بالنظر لموقعها الاستراتيجي في القارة الإفريقية وبوابة إلى إفريقيا. لماذا تحتاج الجزائر الدخول إلى البريكس؟ مثلا لو نعطي أمثلة خفيفة، الصين تحتاج مثلا إلى مساعدة الصين في كل ما هو يتعلق بالمعدات الميكانيكية والفضائية. بالنسبة مثلا إلى روسيا تحتاج منها النظام الزراعي الروسي الذي كان في سنوات التسعين يعاني من مشكل كبير، والآن هو من أكثر الاقتصاديات في إنتاج مثلا القمح. نحتاج التجربة الروسية في هذه. لو مثلا نعطيك مثال آخر، الهند بلد كبير، بلد نامي، له يصنع، بلد رائد في التكنولوجيا، ونحن نحتاج هذه التكنولوجيا. يعني دخول الجزائر لهذه المجموعة سيعزز من قدراتها الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. نعم، شكرا جزيلا على هذه التعليقات. فاصل قصير ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، الآن سنأخذ فاصل قصير، فابقوا معنا. لدى دول البريكس الشجاعة لتحمل المسؤوليات من ربط تنميتها مع السلام والاستقرار العالميين وضخ قوى بناء في العالم. توفر آلية البريكس للتعاون خيارات لإقامة نظام اقتصادي دولي أكثر إنصافاً وعدلاً، يفضي إلى تحقيق السلام والتنمية وضمان الأمن الدولي. China is South Africa's biggest trading partner. We sell an enormous quantity of goods to China. We buy a huge quantity of goods from China. And underpinning that is a growing number of Chinese companies that are investing in the South African economy. Large companies like Hisense that makes consumer goods. Companies like FAW that assembles trucks here in South Africa. Companies in the mining industry. In information technology and communication like Huawei, all of these companies represent the ways in which China contributes to development in South Africa and build the economic relationships between our two countries. تنبع جاذبية آلية البريكس للتعاون من تركيزها على التنمية التعاونية والتصدي المشترك للتحديات. وعلى مدى السنوات 17 الماضية ركزت دول البريكس على التنمية المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون في المجالات مثل التجارة والاستثمار وموارد الطاقة والتمويل. ومن خلال المشاركة النشطة للصين وبفضل الجهود المبذولة من قبل الصين، تمت ترقية التعاون في إطار البريكس من الدفع الثنائي للسياسة والاقتصاد إلى الدفع الثلاثي للأمن السياسي والاقتصاد والتبادلات الشعبية. أما في مواجهة المخاطر والتحديات المختلفة، ساعدت دول البريكس بعضها البعض وشكلت قوة مشتركة للمجموعة، وقد أنشأت دول البريكس بنك التنمية الجديد ووسعت باستمرار دائرة الأصدقاء لبناء شبكة الأمن المالي.
وحتى الآن قد حققت آلية البريكس للتعاون نجاحاً ملحوظاً في تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء. تنبع جاذبية آلية البريكس للتعاون من تركيزها على الاستكشاف والابتكار المستمرين، مما يحفز إمكانات وحيوية التعاون. في الوقت الحاضر يعيش العالم جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، ما أدى لظهور مستمر لفرص تنموية جديدة مدفوعة بالمجالات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد تعمل دول البريكس على تحسين الحوكمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا، بحيث يمكن لعدد أكبر من الناس تقاسم الإنجازات العلمية والتكنولوجية. تنبع جاذبية آلية البريكس للتعاون من الانفتاح والشمولية وجمع الحكمة والقوى الجماعية، فتعد مجموعة البريكس عائلة كبيرة والأعضاء فيها تساعد بعضها البعض. اليوم وبعد مدة إنمائية طويلة، تجاوز تعاون البريكس بالفعل فئة البلدان الخمس، مما يكرس أمال دول السوق الناشئة والبلدان النامية وحتى المجتمع الدولي بأكمله في هذه الآلية الإنمائية. إذا ألقينا نظرة إلى الوراء سنجد أن دول البريكس احتملت روح الانفتاح والتسامح والتعاون من أجل تحقيق الفوز المشترك، وحققت التنمية الذاتية من خلال تقاسم الفرص التنموية مع الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه قدمت مساهمات بالغة للسلام والتنمية العالميين. أما في مواجهة المستقبل، على دول البريكس فتح أبوابها وتعزيز التعاون والسعي وراء بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وخلق مستقبل مشرق. سيد محمد، نعلم يعني هذا العام يصادف عام 2023 ذكرى العاشرة لطرح مبادرة حزام وطريق، وأيضا ستعقد القمة المنتدى الحزام وطريق الثالث لتعاون دولي في هذا العام. والعراق والجزائر بلدان على طول حزام وطريق، فحسب وجهة نظركم ما هو الدور الذي لعبته هذه المبادرة في تعزيز تنمية علاقات اقتصادية وتجارية الصينية العربية؟ الكثير من الآمال تعقد على هذه المبادرة في العراق. على أثر هذه المبادرة تم عقد الكثير من الاتفاقات بين الجانبين العراقي والصيني. نعم. على الرغم من وجود المعرقلات الفنية أو اللوجستية في العراق بما يتعلق بميناء الفاو، يجب أن يتم استكماله وتجهيزه على أكمل وجه حتى تكون جميع البنى التحتية متوفرة لهذه المبادرة، والاعتبار بأن العراق يقع بنقطة مهمة جدا من الممكن أن تربط الدول الخليجية والإقليمية بالنسبة للعراق في هذه المبادرة. العراق يتمتع بموارد كثيرة، وعندما يرتبط بهذه الطريق وهذه الطريق عندما تدخل حيز التنفيذ ستكون هناك متغيرات كثيرة جدا، أولها تعيين الشباب العاطل عن العمل. يوجد في العراق الكثير من الخريجين والشباب العاطل عن العمل الذين يبحثون عن فرص عمل، فهذه هي أولى المبادرات، أولى الخطوات والنتائج. المسألة الثانية أيضا هو تحقيق نمو اقتصادي عراقي وزيادة حجم التبادل التجاري ما بين العراق والصين، إذ ما علمنا في السنة أو العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين أكثر من 30 مليون دولار، وهذه نسبة عالية جدا. صحيح. وبدخول وتنفيذ خطوات هذه المبادرة أعتقد ستزداد هذه النسبة، على اعتبار بأن الكثير من المبادرات من ضمنها هي مبادرة الحزام والطريق، تكون النفط مقابل الغذاء أو مقابل الإعمار. العراق
أكرر يمتلك الموارد النفطية، لذلك هي تكون مقابل دخول الشركات الصينية، وهذه المبادرة ينتظرها الكثير، لكن تحتاج إلى جهود من قبل على المستوى العراقي حتى تكون جاهزة في المستقبل القريب. نعم سيد نبيل، نعلم شهدت علاقات اقتصادية وتجارية بين الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة وخاصة العقد الماضي تطورا سريعا، فكيف تنظر إلى يعني المجالات التي سيركزها التعاون اقتصادي وتجاري الصيني العربي في المستقبل؟ حسب رأيي أنه ستعتمد العلاقات الصينية العربية، بما أنه الدول العربية هي دول في إطار النمو، والدول العربية بصفة عامة هي دول منتجة للثروة البترولية والغازية يعني المنجمية بصفة عامة. حسب رأيي أنه الدول العربية في تعاملها مع الصين ستعتمد أكثر على التكنولوجيا الاستخراجية. تحتاج هذه الدول حقيقة إلى تكنولوجيا فائقة الدقة يعني لتحقيق نمو اقتصادي. سيكون التعامل أكثر في مجال النقل والاتصالات هم من بين أهم العوامل. إذا أردت بلدا أن يزدهر أو ينمو يعني نمو اقتصادي حقيقي، عليك أن تعنى بالبنية التحتية لهذه البلدان، عليك أن تنشئ طرقات تسهل التعاملات التجارية بين البلد في حد ذاته وبين البلدان الأخرى، وهي المبادرة الطريق والحرير، يعني هي يعني اللي تلزم هذه الدول بإنجاز هذه البنى التحتية لتوثيق الاتصالات، يعني الاتصالات في هذه المناطق التي ستسهل عملية التعامل مع هذه البلدان فيما بينها، سواء البلدان العربية فيما بينها ومع الدول مع الصين. أظن أنه هذه هي أغلب المجالات التي ستكون يعني فيها التعامل الكثير بين الصين والدول العربية. نعم شكرا جزيلا على هذه التعليقات، فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين الآن سنأخذ فاصل قصيرا، فابقوا معنا. منذ إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق، أظهر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي مرونة وحيوية قويتين بشكل متزايد، حيث ارتفع حجم التجارة بين الصين والدول العربية من 222 مليار و400 مليون دولار أمريكي في عام 2012 إلى 431 مليار و400 مليون دولار أمريكي في عام 2022. بالإضافة إلى تجارة النفط والغاز التقليدية، دخلت العديد من المنتجات الزراعية المميزة من الدول العربية إلى الصين عبر منصات التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال زيت الزيتون من تونس، والجمبري الأبيض من المملكة العربية السعودية، والتمور من الإمارات العربية المتحدة وما إلى ذلك. ولقت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين الصينيين، وفي الوقت نفسه تدخل سيارات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الكهربائية والهواتف الذكية وغيرها من المنتجات الصينية إلى الدول العربية بشكل متزايد، ويرحب بها السكان المحليون. يعد طريق الحرير اليوم جزءا كاملا من برنامجنا على أعلى مستوى، إنها في صدارة جدول أعمالنا وأولوية عالية، وهي مبادرة ستقربنا أكثر. وطريق الحرير هذا نبنيه معا، وهو مهم جدا لأنه يساعدنا في الانفتاح بسلاسة كبيرة على العالم. ومن المؤكد أن امتلاك منتجات جيدة وبجودة عالية مهمة، ولكن يجب نقل هذه المنتجات عن طريق مضمون، وهذا ما يفعله طريق الحرير. سيكون هناك تطوير محلي غير عادي. مبادرة الحزام والطريق فتح الاقتصاد إلى جميع أنحاء العالم، وفتح الاقتصاد أن يكون هناك فتح إلى صادرات الصينية إلى جميع أنحاء العالم، وأيضا الواردات العالم إلى الصين. هذا دليل على أن هناك مرونة من الحكومة الصينية، وهذا يجذب اقتصاديات إن كان إلى داخل الصين أو إلى خارج الصين.
ينمو الاستثمار المتبادل بين الصين والدول العربية بسرعة، ففي النصف الأول من هذا العام بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 1,440,000,000,000 دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 7%، ما وصل حجم استثمار الدول العربية في الصين إلى نحو 2,150,000,000 دولار أمريكي. تعد الحديقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني العربي في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي مشروعاً رئيسياً للتعاون الصيني العربي في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث يهدف هذا المشروع إلى مساعدة التنمية الاقتصادية والتحول الاقتصادي لدولة الإمارات وإنشاء منصة عالية الجودة للشركات الممولة من الصين للخروج إلى السوق العالمية. 我们希望在未来的三到五年把园区就是做成一个可观可感、可作为示范的这么一个典范园区，吸引更多的中国制造业企业入驻园区，能够在中东地区茁壮成长。 We've seen a lot of investment coming from China. China is a very important market for us, and we try to attract actually as much as we can. حقق التعاون الصيني العربي في مجال البنية التحتية نتائج مثمرة، ففي السنوات الأخيرة شاركت الشركات الصينية في العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الدول العربية المختلفة، مثل أستاذ لوسيل في قطر ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما إلى ذلك. ولقت سرعة البناء الصينية والمزيد من العلامات التجارية والتكنولوجيا الصينية إقبالاً واسع النطاق من قبل شعوب الدول العربية. مع تعزيز مستمرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية، يتم تصدير كثير من المنتجات إلى الأسواق على الدول العربية. نعم، سؤال الأول نتوجه إلى أستاذ محمد. أستاذ محمد، هل في حياتكم يومية تستخدم بعض المنتجات الصينية؟ نعم، بداية في السنوات الخمس الأخيرة صنع في الصين، بدأ يتواجد في السوق العراقية المحلية بشكل متزايد، ربما لكثير من الأسباب. أول هذه الأسباب رخص المواد المنتجة والمستوردة من قبل الصين، وحاجة المواطن أو المستهلك العراقي لهذه المنتجات. هناك ثياب في السوق العراقية من الإنتاج الشركات الصينية، هناك أدوات منزلية، جميع المنتجات فيما تتعلق بالحياة اليومية ذات الاستهلاك اليومي، المواطن العراقي يرغب بشرائها واقتنائها. هذا يعود لما يوجد في السوق العراقية التجارية، هناك الكثير من الشركات والمنتجات العالمية ذات جودة عالية لكنها باهظة الثمن، وهذا ما يثقل كاهل الطبقات الفقيرة، لذلك تلتجئ إلى البضاعة الصينية التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا داخل السوق المحلية العراقية. لذلك نجد اليوم الأدوات الكهربائية حتى الهواتف، هذا لو تحدثنا بشكل عام، السيارات، هناك أيضا مجمعات لبيع كافة الأدوات المنزلية وفيما يتعلق بالمواد المستهلكة صنع في الصين توجد في العراق لا سيما في العاصمة بغداد. نعم سيد نبيل، كيف تنظر إلى يعني منتجات دخول منتجات صينية، ليس مثل كما ذكر أستاذ محمد، ليس فقط منتجات يعني اليومية مثل تقليدية مثل الثياب وبعض أجهزة منزلية، بل أيضا بعض تكنولوجيا فائقة أيضا تدخل إلى أسواق العربية، فكيف تنظر دور إلى هذا الإقبال واسع نطاق على المنتجات الصينية في الدول العربية؟ نعم، في البداية الإقبال على المنتجات الصينية في الجزائر خاصة، يعني هناك حوالي 10 سنوات منذ دخول يعني بقوة المنتجات الصينية للجزائر. لن أعيد كلام زميلي، هي نفس المنتجات، تشكيلات واسعة من المنتجات التي تدخل للجزائر. وأهم عامل سواء من ناحية التكنولوجيا أو لا، أهم عامل لإقبال المواطن الجزائري على هذه المنتجات الصينية هي التكلفة.
هي تكلفة ما تجعل المواطن من الطبقة المتوسطة يتوجهون إلى هذه النوع من التكنولوجيا، خاصة أنه بالنسبة لنا أنه التكنولوجيا في القادمة من الدول الغربية من أوروبا أو من أمريكا اللاتينية هي باهظة الثمن. والإقبال أيضا هنا متعلق بعدة عوامل، منها التقدم، يعني الدول العربية الآن بدأت تنتهج سياسة تكنولوجية يعني ورقمنا على مدى واسع وتحتاج إلى هذه التكنولوجيا. وبما أن الصين يعتبر ثاني بلد بعد أمريكا اللي في المجال التكنولوجي يعني حتى المرتبة الثانية، يعني هو يوفر العديد من المنتجات التي هي في متناول الشخص والمواطن الجزائري بصفة عامة. نعم، كما ذكرت أيضا بعض المنتجات يتمتع بها يعني هاي تكنولوجي، ممكن نحن نتحدث عن بعض السيارات بالطاقة الجديدة، فكيف تنظر إلى يعني تطور سيارات بالطاقة الجديدة على أن في الدول العربية؟ نعم، بالنسبة للتكنولوجيا فائقة الدقة، نعم، الجزائر في ظل النظرة الاستراتيجية التي تنتهجها سياسة تعتمد على نمو اقتصادي، الجزائر تحقق نمو اقتصادي كبير وهي تحتاج إلى تكنولوجيا فائقة الدقة. التكنولوجيا حقيقة التي تحتاجها الجزائر هي تكنولوجيا التي تعتمد على استخراج المعادن، الحديد، الزنك، الفوسفات، بحكم أن الجزائر بلد قارة، بلد في شمال إفريقيا، بوابة إفريقيا، وتزخر بالعديد من المواد الأولية وتحتاج إلى تكنولوجيا عالية. الجزائر انطلقت في مجال التكنولوجيا وكانت لها شراكة سنة 2017 وإطلاق القمر الصناعي من هنا من الصين. صحيح. يعني هي كانت بداية انطلاق واحتياج الجزائر لهذه التكنولوجيا. وكما أيضا في مجال النقل والاتصالات، الجزائر يعني مقبلة على المرحلة الخامسة للاتصالات ولها شراكات كبيرة وكبيرة مع العديد من المؤسسات الصينية في هذا المجال. حتى الآن الصين توفر سيارات بجودة معينة مقبولة عند المواطن الجزائري، وهذا بالنظر لتكلفتها، يعني هي في متناول الطبقة المتوسطة. حتى هناك سيارات صينية يعني ذات جودة عالية ويعني ما تتطلب مبالغ مالية كبيرة. قانون استثمار الجديد الجزائري يسمح للشركات الصينية بدخول السوق الجزائرية، وسواء عن طريق الاستيراد أو تصدير السيارات أو عن طريق إنجاز المصانع. الجزائر الآن تطلب من الدول التي تريد الاستثمار في الجزائر بإنجاز مصانع، وهذا لتقليل التكلفة، وبالنظر أيضا لأن الجزائر بوابة لإفريقيا وستقوم بإنجاز توسيع الموانئ وإنجاز طريق عابر للجزائر يدخل للقارة الإفريقية. وكما تعلمين أن السوق الإفريقية هي سوق عذراء، يعني ستكون منفعة متبادلة. شكرا جزيلا سيد نبيل، وأيضا شكرا جزيلا سيد محمد على تعليقاتكم حول علاقات اقتصادية وتجارية بين الصين والدول العربية، وأيضا نشكركم على حضوركم في برنامج الصين المال والأعمال. شكرا لك أيضا وشكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء إلى حلقاتنا القادمة.